أبارك لشبكة موازين احتفالها بهذه المناسبة. أتكلم عن سبب رئيسي في وجودنا وفي طموحنا. الحقيقة كنا نتساءل لماذا يتراجع العراق، لماذا العراق يتراجع إلى الخلف في مقاييس التطور والتحديات. أنا أتكلم إليكم قبل عالم السياسة، كنت أستاذ في الجامعة التكنولوجية في كلية الهندسة، وبعد ذلك مدير عام استثمار، وبعد ذلك محافظ لمحافظة صلاح الدين. أخوان، ثقوا بالله، كل ما يصيب العراق من شر هو نتيجة منظومات الفساد الموجودة في الدولة والمحاباة بين الكتل والمحاباة بين السياسيين على أساس حقوق المواطنين. أتكلم ببساطة وبأرقام. من عام 2014 العام 2021 تحت أنظاري البسيطة هنالك هدر لأكثر من 800 مليار دينار عراقي بالطرق شبيهة بالطرق القانونية، ولكن تعاون المرتشون على تمرير هذه القضايا كلها. فمحافظة صلاح الدين حالها حال المحافظات الأخرى. أخوانا، اليوم احنا ندرك بأن الوضع يتراجع عندما نرى قصص الفساد في شبكات الإعلام أكثر من قصص النجاح. ليست هناك قصص نجاح ويشار لها بالبنان، هنالك قصص فساد. بالتالي كل المنظومات التي وجدت في العراق بسبب أولاً عدم اعتماد الرجل المناسب في المكان المناسب، واعتماد الواسطة والرشوة، أدت إلى أن يرجع المجتمع إلى الخلف. لذلك عندما نريد لعراق أن ينهض يجب أن نتخلى عن هذه القضايا، وهذا الأمر ليس سهل جداً، لأن من يريد أن يعارض التيار سيكون أمام تيار معاكس قوي جداً. لذلك السلطة الرابعة يجب أن تقوم بعملية تحقيق ونقل للحقيقة كما هي. الفساد في المؤسسات يقابله أيضا هنالك فساد في الإعلام، هنالك من يرتشي ويزور الحقائق. لذلك العملية تكاملية في إدارة الدولة. كل ما نرى من قصص نجاح في دول العالم هي بنيت على أساس القضاء على منظومات الفساد الموجودة. منظومات الفساد الموجودة ستستمر بتأخير العراق إذا لم يكن هنالك قرار جريء. وأنا أتمنى لجميع المحافظات وفي المركز أن يتخذوا قراراً كقرار صلاح الدين، بعد أن يئسنا من تعديل الحال في محافظة صلاح الدين قررنا بأن لا يتدخل سياسي ولا رجل دين ولا تاجر في القرار في المحافظة بكافة أسمائهم. السياسي لديه مكان يعمل فيه لتشريع القوانين، ورجل الأعمال لديه أعمال يقوم بها، وحقوق المواطنين يجب أن تصل إلى المواطنين. كل الإجراءات الموجودة في الدولة من هذه المخلفات السيئة نتيجتها دائماً تقع على المواطن، وعلى السلطة الرابعة أن تأخذ دورها الحقيقي في نقل الحقائق وتحاول أن تساهم في صناعة قصص نجاح جديدة للعراق، لأن العراق يحتاج إلى الكثير لكي يرتقي. أتمنى لكم طيب الوقت، وشكراً جزيلاً لشبكة موازين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.